رجعنا تاني مع جريد فور، طلبة كتيرة بتنسى حاجة اسمها النيم بتاع الفيجر، النيم بتاع الشيب، ونسي كمان البربرتيز بتاعته. يعني ايه البربرتيز بتاعته؟ يعني الراجل ده ايه اللي تعرفه عنه؟ الفورم ده، الشكل ده از كولد. كولد يعني انت اسمك ايه؟ الناس بتندهلك تقول لك ايه؟ اي بي سي دي. الفورم ده اسمه ايه؟ ترابيزيوم. طب يا مستر احنا عايزين نحفظها ترابيزيوم، فاحنا قلنا ترا بي ليم. ادي طريقه، باخد حته حته فمش هغلط. طيب رجع بعد كده رجعني للدرس اللي فات، اتفقنا لما يقول بارلل بشتغل يا مستر بتو بنس. ادي اي بي، انت مين يا عم البارلل؟ يبقى لازم يبقى الكورسبوندنج، لازم يبقى الاوبوزيت. اهو يا مستر ما فيش غير ده. انت اسمك ايه؟ قال لي انا اسمي دي سي. نرجع لنقطه لازم نبتدي نتعلمها من النهارده، هتكبر بيها ومحدش هيقولها لك. لما اقول بارلل او اقول بيربنديكولار، الراجل ده هيبقى مدي لك واحده باللاين سيجمنت او بالري او بالستريت لاين، يبقى لازم صاحبه اللي هو بيعمل له بارلل او بيربنديكولار يبقى برضه بنفس الساين. يبقى في علامة البارلل، في علامة البيربنديكولار، هو مع لاين احط لاين، مع ري احط ري، مع ستريت لاين احط ستريت لاين. راح راجع سألني سؤال تاني بيقول لي يا ترى يا ترى يا مستر اي بي ايه علاقته بدي سي غير انه بارلل؟ واداني تو تشويزز، هل ينفع اقول ايكوال ولا نوت ايكوال؟ اي بي يا مستر ده انا دايركت ميثود بعناية، اي بي دي حته صغنطوطه، شوف ايدي نزلت كبيره، يبقى ينفع اقول ايكوال؟ لا يبقى مش شرط في الترابيزيوم الاوبوزيت يبقوا ايكوال. فادي يا مستر نوت ايكوال. شكرا يا مستر.